عشرات المكامير المنتشرة على طول طريق القاهرة بالبيس الزراعي والتي تحوي الآلاف من الأخشاب بطريقة متراصة ومتوازنة ومتساوية منذ قديم الزمن تمثل نقطة البداية لصناعة الفحم بمراحله العديدة من خلال جمع الخشب وحرقه داخل هذه المكامير والتي يعمل فيها المئات من العمال يوميا ويعرضون حياتهم لمخاطر الدخان الأسود لتظل مهنة الفحامين من أقدم المهن الشاقة منذ قديم الزمن يتوارثها الأجيال وذات عائد اقتصادي كبير للدخل القومي في مصر. يزاولون مهنة موشحة بالسواد يبدأون يومهم باكراً ووجوههم بدت مضيئة إلا أنها سرعان ما تتحول إلى معتمة نتيجة الغبار الداكن المتطاير من الفحم الذي يصنعونه ولا يخشون الآثار السيئة التي تنتج عنه دافعهم هو لقمة العيش كمصدر رزق وحيد لهم يتوارثها الأجيال. بنشتري الخشب ده من المزارع سواء كانت مزارع حكومة أو قطاع خاص بنشتريه وبنبتدي نقطعه وبنجيبه المكان هنا وبنخرطه بالوضع اللي انت شايفه ده وبنسيبه فترة ينشف مش أقل من سنة. الخشب طلعت من التعليم من سنة 6 ما فيش قدام مني قال هي أبويا كان شغال فيها وجدي وعمامي والدنيا كل المنطقة شغالة فيها ملناش اللي هي أنا فحام يعني الخشب يجي لي هنا وأنا برص بجيب عمالة كل يوم معي 10 12 واحد أو ممكن 15 واحد ببدأ أرص وأغطي المقمورة وأبدأ أنا أولع فيها بقى دي شغلتي الولعة أساسا في الولعة دي شغلتي بس أنا ملزوم على الرجالة وأكلهم وشربهم وكل حاجة يعني. إحنا بقى لنا 50 سنة نشتغل في الشغلانة دي وكنا بنعمل جور وكانت العملية ماشية زي الفل ونصدر وكله كانت العملية ماشية ايه بنشتري من القطار من اي حتة واحنا مرخصين مزادات وكنا بناخد من اي اصلاح اي جهة حكومية اي دي ونجيب ونقطع الخشب ونيجي نحرقه. لازم اعملها يوميا على الله بتيجي بترص معايا الخشب دوت في المكمورة حاضر زي ما حضرتك شايف كده والجماعة بترصها وبنغطيها وبنولع فيها تخلص بعد كده بجيب نفس العمالة تهزها وبعد كده بنرص بس احنا بعد كده ما فيش رص كده دي اخر عين في شهر عشان شهر 9 واقف 3 شهور الدخانه بتاعه المكمورة ما بتضرش البني ادمين احنا بالنسبه لنا احنا كشغلنا احنا اللي بنخش في الولعه وفي الدخانه وفي كل حاجه ما بتضرناش. عنديش مصدر رزق انا عندي 33 سنه بقالي 6 سنين شغال في الشغلانه ديت انا شايفها اصلح شغلانه منها جهزت شقتي. مراحل عديده تمر بها صناعه الفحم والتي يعمل بها الالاف من العمال من خلال مكامير الفحم البدائيه التي تعود إلى قديم الزمن حيث يتم تجميع الأخشاب وتقطيعها بمقاسات محددة ووضعها في أكوام داخل هذه المكامير. الفحم عشان خاطر بنعمله بيعتمد الأول على تقطيع الشجر من جميع الأماكن تقطع الشجر وبعدين بيجي ينشف وبعد كده بتعمله بيترص بطريقة معينة وبينعمل في معزل عن الهواء بالقش والتراب. ويتميز الفحم بأنواعه العديدة من مخلفات خشب الأشجار التي لم تعد تثمر كالمانجو والبرتقال ويستعمل الفحم النباتي في الحرق المباشر للحصول على الطاقة وفي بعض الأغراض المنزلية للطهي وكان يصدر لدول عربية وأوروبية. بالنسبة لتصنيع الفحم النباتي اللي هو الفحم الكازورينا اللي بيستخدم في الشوي في أنواع فحم أخشاب بتخش في صناعة الفحم من أخشاب الفاكهة اللي هي أخشاب البرتقال وأخشاب الفاكهة عموما سواء كان شجر جوافة شجر مانجا ده بالنسبة للفحم الفاكهة اللي بيتم استخدامه طبعا في الفنادق وبيتم استخدامه للتدفئة وللشيشة وخبال حضرتك برضو أفضل الأنواع بتبقى الأنواع الفاكهة الموالح وفحم العنب طبعا. ومع العمل لصناعة الفحم داخل هذه المكامير البدائية التي تؤثر على البيئة اتجه أصحاب هذه المكامير إلى إنتاج الفحم داخل أفران مطورة وتحويلها من الحرق المكشوف والتي تعد أفضل الطرق لتقنين أوضاعهم. النموذج دوت نموذج مطور ما فيش عند الانبعاثات الضارة ما فيش فيه أي حاجة ومريح في شغله بس هو تكلفته عالية
فاحنا الاجراءات بتاعه التصدير عايزينها انها تكون متيسره، بحيث ان احنا عندنا الانتاج كبير جدا ومغطي في السوق وبنصدر بره. في عراقيل عاوزين ان شاء الله بامر الله ان الدوله تساعدنا ان احنا المشاكل بتاعتها تكون محلوله بالنسبه للمواطن، ويعود طبعا على المجتمع اللي انت عايش فيه. هكذا تمر صناعه الفحم النباتي من خلال مكامير الفحم البدائيه، والتي تعد المصدر الوحيد لرزق العمال وبين الافران المطوره صديقه البيئه، لتظل صناعة الفحم من أقدم المهن الشاقة وذات عائد اقتصادي كبير للدخل القومي لمصر. أحمد ممدوح، مراسل النيل.